مولانا تحدث عن معجزة أخلاقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يجب أن يتخلق بذلك كل مسلم. 99% في هذا الدين إنما هو معجزة أخلاقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 من حياته أخبر الناس بأحاديث كثيرة، فقد جمعها علماؤنا فصارت هي 60,000 حديث، هذا بين الحسن والصحيح. ومن 60,000 تجد هناك 4,000 إنما تعلمك كيف تسلي، كلها من أحكام الشريعة كلها. يعني معنى الأحكام الشريعة كلها هكذا لها 1,200,000 مسائل، من الوضوء ومن الماء ومن السلاء ومن رفع اليد ومن الركوع ومن السجود، هذه لها 1,200,000 مسألة فقهية. والصلاة فقط لها 13,000 مسألة. لذلك القرطبي لما عمل باب ما جاء في الصلاة قال: إن الصلاة خطرها عظيم وبابها قص بها علوم. ثم الأمر الذي نحن فيها ولها 530 مسألة، والحمد لله ما ثبت في الحديث إنما 63 فقط فيها. فالصحابة قد راقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 4 أمرات فعلها، راقبوه غاية المراقبة. وفي أمرته الأولى التي سد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسده عن الباب، هي تسمى الأمرة الحديبية، راقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وسار هناك 130 مسألة من هذه المشوار. من أحسن مسألة عرفها المسلمون هو الحصار أو الاحتصار أو الحصور أو الحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي. فكان الإحصار نفسه عند الفقهاء لها 130 كذلك مسألة فقهية. ثم عمل السنة التالية عمل أمرة القضاء لما سالها المشركين، ثم أمرته الثالثة من الجئرانة تسمى أمرة الجئرانة لما وزع غنائم هنين. أحسن موقف الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر كان هي سفر جئرانة، وقد عددوا حتى النعال الذي لبسه صلى الله عليه وسلم من جئرانة إلى مكة، قالوا لبس كفا ثم خلعه ثم لبس نعاله السبتية، كان لابس الكف ثم خلعه صلى الله عليه وسلم ثم لبس نعاله السبتية. الله أكبر. ثم قالوا إن في رحلة الجئرانة إلى عد ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقضى 4 أيام فيها كان يلبس القميص، فكان لبس القميصين، قميصا أرسل إليه حدية من الحبشة، ثم ثياب الذي كانت اليمنية كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاته، ثم في أمرته الأخيرة مع حجه. والحمد لله أن الأمرة التي نحن فيها لم يختلف العلماء من مذاهب الفقهية إلا في شيء بسيط، فحتى لو اختلفوا في شيء تجد أن اختلافهم ليس هناك شيء. مثلا إن المالكية يقولون أركان الأمرة 3: الإحرام والطواف والسعي، وعند الإمام الشافعي 5: الإحرام والطواف والسعي، 3 عند المالكية هذه، ثم زاد 2 وهو إزالة الشعر والترتيب بين هذه الأشياء، وتجد أنها داخلة مع بعض في كل شيء. وعند الأحناف الأمرة لها ركن واحد فقط، فهي مؤزم الطواف الأربع الأشواط الذي نعبر، ثم يرى أن الإحرام هو شرط للصحة أو شرط القبول للطواف، ثم السعي هو الواجب عندهم. فتجد أن الاختلاف ليس بشيء، ما ذهب إليه الحنفية هو نفسه الذي عند الشافية هو نفسه كذلك عند المالكية. حتى كان سبك يقول: ما كان العلماء أقل اختلافا كاختلافهم في الحج والأمرة، اللهم إلا في أيام الأخير. الفقهاء في زمننا هذا اختلفوا كثير حول جدة هي الميقات أو لم تكن ميقاتا، فقالوا أكثر في ذلك في 50 قولا. وسبب الاختلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لكل أهل بلد ميقاتا، والذي يأتي من غرب العالم إما أن يكون الجهفة هي ميقاته أو تكون يلملم هي ميقاته، أو الجهفة هي قريبة من يلملم. لكن في أكثر الأيام كان من يأتي من هذه الجهة إما يأتي جوا أو يأتي بحرا، فلا يقدرون أن يكون إحرامهم في نفس الميقات، فلذلك إما تكون جدة أو لم تكن جدة. لذلك اختلفوا هل جدة ميقات ولا لا. فقد كتب في ذلك عالم من كبار العلماء اسمه شيخ محمد عبد الله المنصور، وكتب كتابا وسماه توضيح المبهمات في مسألة كون الجدة ميقات، وقد ذكر ذلك اختلاف العلماء شرقا وغربا. فلذلك علينا أن نعرف أن هذا الدين لم يترك لنا شيئا، ثم علينا أن نعرف أن الكلام الذي بدأنا به من سيرة أخلاقية
أن من خلال 60,000 حديث 4,000 كلها في الشريعة الإسلامية، وكم يبقى في 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 56، والـ6,000 إنما هي كلها في السير والقصص، بقي كم في 60؟ 50,000 كلها في أخلاق رسول الله. يعني هذا الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمرة والزواج والنكاح والطلاق والكل وكل ذلك في 4,000 فقط، أما الأخلاق 50,000 حديث. لذلك صلى الله عليه وسلم ما قال إني بعثت لأعلمكم الصلاة، إني بعثت لأدرسكم القرآن، لا، إنما قال إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه هي معجزة أخلاقية. فقد قام العلماء وقسموا أخلاقه 3 أقسام. قسم يسمونها الشمائل، فهي أحسنها وأكثرها، قام بتعليف ذلك الإمام الترمذي في كتابه الشمائل. والشمائل إنما كانوا لم يتركوا شيئا من حركته أو سكناته صلى الله عليه وسلم، وحياته صلى الله عليه وسلم تحت المراقبة عند الصحابة، حتى التفاته يمينا أو التفاته شمالا، فروي 180 حديث في التفاته كيف يلتفت، الله أكبر، ثم في تبسمه كيف يتبسم، 203 حديث في تبسمه، ثم في وضعه يده على عينه هكذا. هذه حركة. أيوة. كان سيدنا الحبيب يفعلها كثير. أيوة. نعم. روى في ذلك 17 حديثا. ثم في مشيته، ثم في لبسه لنعاله، ثم ركزوا في عدد نعاله. كان صلى الله عليه وسلم عاش ولبس 7 نعال فقط. فقد ألفوا أكثر كتبا في ذلك. وفي ذلك الإمام المقري المغربي الجزائري ألف كتابا في ذلك، وسمى كتابه فتح المتعال في مده النعال. ثم يأتي شيخ طه حسين. هذا في دمشق في حلب، وقد توفي في 733. وأما طه حسين قريب منا بين 50 سنة هكذا. وأما طه حسين الذي نتحدث عنه هو ألف كتاب في مجلدين، كل ذلك في نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أطرافها كان يقول: باب ما جاء فيما لبسه صلى الله عليه وسلم من نعال لما كان بهنين. فيقول: باب ما جاء فيما لبسه من نعال وهو بتبوكة، باب ما جاء في حامل نعله. يذكر ابن مسعود ويذكر سيدنا علي ويذكر عمار بن ياسر طائف، حتى كان يذكر عدد الأحاديث التي كان ثبت أن عمار حمل عدد نعاله صلى الله عليه وسلم يجعلها في 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 قربة له. ثم عمل بابا في من يسله نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزفها، والذي يقرق نعل رسول الله هو سيدنا علي، هذا معروف، فثبت في ذلك 7 أحاديث. ثم في إمامته صلى الله عليه وسلم، في كيفية كيف ربطها، ثم ألوانها، وما ثبت في الإمامة 240 حديث. ثم عدد الصحابة اللي صلى الله عليه وسلم أمامهم، فهم عددهم 7، وثبت في ذلك 10 حديث. ثم صلى الله عليه وسلم كذلك في إشارته بيده هكذا، وثبت في ذلك كذلك 7 أحاديث. ثم كذلك في أكله، كيف يجلس عند الأكل، ماذا يقول في البداية، وثبت في أكله من البداية إلى نهايته 130 حديث. ثم بدأوا يحصون عدد أكل الذي أكله صلى الله عليه وسلم، فقد أكل الدجاج، وقد أكل الشاة، وقد أكل كذلك الخروف والبقر والحمام. ولما بدأوا يعددون ذلك عدد أكثر من 130 كذلك حديث. ثم في شرابه، يعني المسلمون لم يتركوا شيئا فيه صلى الله عليه وسلم إلا عرفوه، فلذلك يجب على المسلمين أن يعرفوا ذلك وأن نعلم أولادنا ذلك. الله أمرنا بذلك، الله أمرنا بألا تمر علينا يومان أو 3 أو أسبوع إلا نجلس مع إيالنا أو مع أهلينا أو مع أصدقائنا لنناقش ونتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالأسف الشديد تجد من المسلمين لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ألم البشرية أجمع، قرأ سيرته عرف ذلك، كن المسلمون بعداء عن سيرته صلى الله عليه وسلم. صار من العجائب حتى من كبار الفلاسفة في فرنسا اسمه ديكارت، نعم، الذي تأثر بفلسفة الإمام الغزالي، وفي نفس الوقت كذلك حفظ كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتابه سماه، كان باللغة الإنجليزية The New Generation، وفي مقدمة هذا الكتاب أتى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعلم القادة من جيل الجديد. وأول ما جاء في كتابه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث معاوية بن الحكم السلمي، أنه في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحكي أنه كانوا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدس رجل من الرجال وهو في الصلاة، فمعاوية بن الحكم قال: يرحمك الله، وهم في الصلاة قال: فرماني الناس بأعينهم هكذا، فقلت لهم: واثقل أمياء لم تنظرون إلي، وكل ذلك هم في الصلاة.
قال فبدأ الناس أو جعل الناس يدربون أفكازهم بأيديهم معنى أسكت يسكتونه أسكت أسكت. قال فلما رأيتهم يسكتونني سكت. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما. قال فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولكن قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يسلح لها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح وقراءة القرآن. ومن ذلك أبو حنيفة أكد بذلك أن الإنسان إذا لم يقدر على قراءة القرآن ممكن يسبح الله في صلاته. فدي دليل على أن الذي أكد بذلك هو فيلسوف وأراد أن يعلم الجيل شيئا من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحن المسلمون نستحي في أن نستظهرها للناس وغيرنا يأخذونه ويعلمون أجياله. وذلك علموا أولادكم حب رسول الله وسيرته صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله أن كل خير مولانا. May God reward you immensely.